بياو شانغي وان جندي متقاعد يبلغ من العمر 77 عاما، ورغم ذلك هو لا يشبه الجدود التقليديين، إذ أصبح أقوى من أي وقت مضى من خلال القيام بالعشرات من التمارين المختلفة والمتتالية على عارضة أفقية في حديقة أنشان بالصين. بدأت ممارسة الرياضة بعد تقاعدي، لم يكن لدي الوقت والطاقة عندما كنت لا أزال أعمل. الآن لدي التسهيلات والوقت لممارسة الرياضة. تم تجهيز الحدائق الآن بمعدات اللياقة البدنية، لذلك يمكنني ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ. أعتقد أن الصحة أهم من أي شيء آخر. وكان شانغي وان قد خدم في صفوف سلاح الجو الصيني، لكنه بدأ في ممارسة التمارين الرياضية وتمارين اللياقة بعد تقاعده. أخي كبير في السن لكنه قوي ومرن، ليس لديه أي أمراض وهو سعيد دائما. يشارك بياو مقاطع فيديو لتمارينه اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 260 ألف متابع على تطبيقات الهاتف المحمول الصينية والخاصة بمشاركات الفيديوهات. أريد أن أقول لمتابعي على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نذهب ونتدرب معه. الجسم السليم مفيد لكل من الأفراد والوطن، يجب علينا جميعا التدرب أكثر. ويتمنى شانغي وان أن يشجع من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها مزيدا من الأشخاص على ممارسة التمارين الرياضية ورفع اللياقة البدنية، وخاصة لكل كبار السن.